عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الدرس اللي فات. احنا دلوقتي عملنا الفويد مين وعملنا جواها برنت حسام حامد. طيب برنت حسام حامد يعني ايه؟ برنت حسام حامد يعني اطبع لي اسم حسام حامد. طب انا ليه كتبت كلمة برنت؟ برنت حسام حامد. فاكر مثلا في الجافا او خلينا في سي شارب مثلا، لو حد يعرف او عنده فكرة عن السي شارب، السي شارب بنقول له فيها ايه مثلا؟ كونسول دوت رايت لاين مثلا، وهقول له برضو نفس الفكرة حسام حامد. ايه ده، هي ما اتقرتش يعني؟ هو مش شايفها، هو مش شايفها خالص. بيقول لي اعمل ريتراي كوركتنج ذا نيم تو one that is defined او defining the name عشان يعرف النيم بتاعها. هي مش معروفة ليه بالنسبة له، مش معروفة ليه بالنسبة له. تعال اما نشوف مثلا، مثلا جافا. جافا كان على ما افتكر كان الامر بتاعها system.println، ده على ما افتكر يعني، انا مش فاكر ده صح ولا غلط والله. وهكتب جواها برضو حسام حامد، برضو ما تقرتش. الله، طب ما تقرتش ليه؟ مع ان دي معناها طباعة ودي معناها طباعة ودي برضو معناها طباعة. طب هو ليه ما قراش التلاتة مع ان التلاتة بيعملوا طباعة؟ ده يجي معاه معنى اسمه سينتكس. يعني ايه سينتكس؟ سينتكس ده زي الاسلوب او الطريقة اللي انت بتعرف بيها او بتشتغل بيها عشان توصل اللي انت عايزه. فانا دلوقتي اللي انا عايزه، انا عايز اعمل برنت او عايز اعمل امر طباعة في الدارت اسمها برنت حسام حامد. طب في الجافا سيستم دوت برنت لين حسام حامد. طب في السي شارب برضو كونسول دوت رايت لاين حسام حامد. شفت الفرق؟ انا بعمل لك زوم عشان بس الامر يكون واضح اكتر. ده معنى السينتاكس. يعني لغة الدارت تقدر تعمل كل الفانكشن اللي انت عايزها وكل الميثودز اللي انت عايزها والبروبرتي والفاريابلز والكلاسز وهكذا، بس بطريقتها. كل لغة وليها طريقتها، كل لغة وليها السنتكس بتاعها. بس كده. ده انا بحاول الخص الفيديوهات بحيث ان الفيديو تكون واضحة وبسيطة ومفهومة. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.